عبرت الجماهير اليمنية عن أسفها للخسارة التي تلقاها المنتخب الوطني الأول من نظيره السعودي في بطولة خليج 25 المقامة في العراق. وقال عدد من الرياضيين في تصريحات اليمن شباب إن اللاعبين قدموا ما عليهم خلال شوطي المباراة رغم فارق الإمكانيات الواضحة بين المنتخبين، مرجعين عدم الفوز إلى فترة الإعداد القصير للمنتخب وعدم لعبة مباريات دولية ودية قبيل البطولة. كانت المباراة الأولى للمنتخب اليمني أمام المنتخب الرديف السعودي ليست سيئة ولكنها بداية، يعني لأن يظهر أن اللاعبين اليمنيين لاعبين المنتخب اليمني لم يخوضوا مباريات ودية حتى ينسجموا فيما بينهم، والدليل الكرات التي كانت لكثير للاعب أو المهاجمنا الذي أضاع فرص يعني سانحة كثيرة، لم يكن قد تعود على يعني تمريرات لزملائه. الشباب عملوا اللي عليهم، يعني هذه إمكانياتنا وهذه قدرتنا، يعني خلال أسبوعين الاستعداد والتحضير صعب يعملوا اللي يقدروا عليه، يعني الآن إن شاء الله نشيلهم وقت نحن نتمنى لهم في المستقبل، بس أنا متفائل إن شاء الله المباريات القادمة يكونوا أفضل ما قدموه في مباراة السعودية. تمام، هذه نقول ايش نكبه البدايه، لكن ان شاء الله متفائلين انه بيتاهلوا باذن الله. الشوط الاول كان ضعيف الى 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 يعني الى معقول، لكن في الشوط الثاني كان افضل، يعني اعتبر لا باس على الحاله البدنيه والذهنيه للمنتخب. منتخبنا اليمني قدم يعني مباراه جميله جدا وحصل عده فرص، ولكن ما في الحظ هناك لهم، والمباراه والهدف الذي كان بيحققه محمد ماهر لولا الحارس لكان هدف حقيقي 100%. ومبقره في الشوط الثاني يعني فريقنا لعب الافضل من السعوديه، رغم ان السعوديه امكانياتهم ومستوياتهم والمعسكرات، نحن منتخب بدون معسكر بدون اي حاجه، منتخب كذا لقطوا يعني مهرمش يعني قبل يعني من هنا من هنا من هنا وكونوا منتخب، ما فيش عندنا دوري اساسي.